السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة المصور محمد علي وجريدة الإلكترونية درعا بريس. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول ما يمكن نسلط يعني العدسة ديالنا على ممرات أكررها ممرات الرجلين بمدينة تنغير حيت راه كلها تمسحة الصراحة ما كتبانش. وغير البارح الله يحفظه وقعت فيه واحد الكسلة يعني واحد السيدة جا غير يقضي العطلة مع الأهل والحباب ديالو هنا في السونتر ديال المدينة نضرب واحد الدرية صراحة ما صراحة آخر يعني آخر ما قال لي قال لي ما كيبان ليش ممر رجلين. أنا يندم يعني هذا الفيديو هذا نسلطوا فيه الضوء يعني وهذه رسالة يعني اللي مجلس البلدية ديال تنغير حاول ما كان غير وفروا الصبغة راه كاين اللي يصبغ وفر غير الصبغة راه كاين اللي يصبغ ممرات الرجلين يعني خليكم إن شاء الله نشوفوا ممرات الرجلين نشوفوا من حما كان خير نركز غير على ديال المركز ديال المدينة وتشوفوا إن شاء الله. هذا يعني جهة يعني البشوية هنا يعني فين كتبدا يعني المركز ديال المدينة هذا هم قدامي جهة المرسيدس هذه قدامي دابا واحد ممر رجلين غادي نقطع منه وتشوفوا يعني الصبغه كيفاش يعني ما كايناش ليه ما كيبانش ها انتم يلا ها هو هذا هو دابا فاش غادي نقطع دابا ها هو شوف واش غادي يبان لكم ها انتم ها السيد مع طلعة ها هو جاي مورك ها انتم كتشوفوا ها هو هذا ممر رجلين هذا وهذه الجهه الاخرى هي هذا بالنسبه لجهه البشويه غادي نزعم مازال القدام راه كاين واحد اخر قدامي هنا هانتوما كتشوفوا واحد اخر ثاني قدامي هنا كاينين جوج كاين ايدودان راه خصو حتى هو يتسبق وكاين الاخر جهه المحكمه هادي هانتوما كتشوفوا هو هذا غادي نقطع منه ثاني ها هو هانتوما كتشوفوا يعني ها هو هانتوما كتشوفوا يعني خصوصا وحنا يعني في العطله الصيفيه راه كلشي كيبغي يدوز سميتو العطله مع الاهل ديالو مع الاحباب ديالو خصوصا هذا اللي فيه لي ضودان راه خصو يبان مزيان حتى في الليل راه ما كيبانش مزيان يعني اللي ما ولفش المدينه راه يعني غادي يورك هنا غالبا ها واحد اخر هو قدامي هنا انتم كتشوفوا هو هذا كيبان لي يلا غير هذه اللي جهه الترطوار وما هذا خلاص حديت ولا حرج هذا ما كيبانش هذا دابا راه ممر رجلين شوفوا يعني هذا ها هو الحاج اللي طرا مكسيري ها هو هذا ثاني راه مكسيري تبارك الله ها انتم كتشوفوا خصوصا هذا في مركز ديال المدينه اللي كيعرف يعني اكتضاض يعني وزحمه يعني خصوصا في الصيف اخطر نقطه بل هي نقطه سوداء في المدينه هي هذه هو هذا فاش نقطع دابا هو هذا راه كنقطع فيه دابا هذا راه هما الراجلين هذا ما كيبانش والو ان لله وانا اليه راجعون ها هو هذا هذا اللي قلت لكم هذه هي نقطه سوداء مركز مدينه تنغير ها انتم ها هو ما كيبانش والو راه مو مره جايين دابا هذا فاش كنقطع يعني للاشاره يعني راني باقي ماقي مازال في مركز مدينه تنغير وهذا واحد اخر ثاني خصوصا هذا اللي في ايضان وكيبان مزيان لا هو خاص يكون نورمال استجابه خير لا ها هو واحد اخر ثاني قدامي هنا ها هو هذا راه ممر رجلين حتى هو هذا فاش غادي نقطع دابا ها انتم كتشوفوا والو ما كيبانش ها انت كتشوف ها هو واحد اخر هذا كاع هو سميتو هذا بلاصي فوق منه ها هو والو ما كيبانش حتى هذا يعني ومن هذا المنبر هذا غادي نوجه يعني تحيه ل يعني السلطات الامنيه او لرجال يعني شرطه المرور بمدينه تنغير اللي كيحوا ليلا ونهار على تنظيم يعني حركه المرور يعني حتى تدوز هذه العطله هذه بخير وعلى خير ها هو يعني ممر رجلين اخر قدامي هنا ها هو كيقطعوا فيه يعني هاد العيالات هادو والو ما كيبانش انتم كتشوفوا انا غادي نحاول ما يمكن نقطع منه شوف واش كاين يعني اللي كيحترم حتى يعني السائق يعني الممر يعني الراجل ولا ما كاينش يعني الاشاره يعني دائما يعني كانت واجد يعني من مركز مدينه تنغير المركز هذا يعني راه ما تحركش يعني 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 شويه على برا غير المركز هذا خصوصا راه كيعرف يعني اكتضاض يعني خصوصا حركه السير خصوصا يعني في فصل الصيف هكا هو واحد اخر يعني قدامي هنا راك تشوف والو والصبغه يعني ما كتبانش والو انتم كتشوف هذا هو ممر الرجل
يعني انت يعني انت ما كاينش اللي يحترم يعني بنادم، يعني هنا غير اللي مشى بالسرعه شويه، يعني اللي بغى يقطع راه خصو يعني يرد البان، يعني يحط السما ويحضي الارض كما كنقولوا. وهذه رساله يعني هذه موجهه يعني اللي كيملك شي عربه ولا شي سياره، حاول شويه صاحبي، حاول يعني على الراجل. راه انت نيت براسك راه كنت راجل. ايوا مهم راه الرساله يعني الميساج ديالي راه واضح، كنظن باللي واضح وما كان عممش. هو واحد ممر اجلين اخر، واحد ممر قدامي هنا، خصوصا كنركز يعني على هذا، خصوصا راه جا قدام مدرسه عموميه. هذا نورمالمون راه خصني خدام اللي حضيه النيف، غير يتمسح شويه ويعاود يصبغوا. ها انتم كتشوفوا ها والو ها وين سيو السلام عليكم سمار. يعني هذا راه كاين هنا جوج ممرات راجلين قراب للمدرسه. هو واحد قدامي هنا وفيه ايضوطان، وفيه يعني كنركز على هادو. ها انتم كتشوفوا يعني قدام مدرسه عموميه، وهذا راه خصو يعني مازال يعني يتصبغ ويبان مزيان. ها هو قدامي كتشوفوا هنا. السلام عليكم. دات السير غوانا خير ريبورتاج خويا، تخما من الراجل اللي بغيت خصو تصبغ انا وياه. ما داكشي باين. وكل اللي بغيتي تخدم انا. ابري نهاية خدمتي. هذا اللي واحد على احترام الماما الراجلين. او جاو ليا من الدراسه يهرب كاين نفس الاطفال دار. اسيدي تحيه لك، شكرا جزيلا. اخويا الناس السيوم يعني بول باركي داتين. بول بارك يعني تيزدغدا، تيزدغدا سوا سدكير. إنك والو إنك يعني لا احترام إنك ماما الراجلين إنك والو تاك. خصوصا يعني ذاك ديال لا إلا لا 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 مدرسة عندنا وأنت عاتينا. أما دات مؤسسة يعني عمومية، مدرسة عمومية، وكلشي كيعرفها يعني كيعرفها الكبير والصغير. ها أنتم كتشوفوه راه التمسح راه كي والو. المهم على أي نزيدو شوية لقدام. هنا من المفترض يعني يكون فيه يعني مدار. هنا كتلقى فيه يعني جوج شوارع كبار، فتين غير بئر زران مع محمد الخامس. هنا رومانو، وهنا يعني تحيه كنجددها ونعاود نجدها يعني لشرطه المرور بالمدينه، يعني اللي مقابلها شغلها ليل ونهار. هذا يعني كنقولوا يعني بدون احنجيب كما كنسموها حنا في المنطقه. هنا القليله خص تكون فيه واحد الرويضه هنا، ولا يكونوا فيه صراحه اضواء الاشاره، يكونوا فيه يعني الضواو غالبا الضواو يعني اللي يصلحوا، خصوصا هذه حتى هي نقطه سوداء يعني في البلاصه، خص يعني يطرد لها البال وخصها تصاوب. ها انتم كتشوفوا يعني راه كاين اتساع، يعني كاين فين يدار المدار، واخا غير الرويضه ديال التركتور، واحد الرويضه ديال التركتور تزوق وتحطيه هنا في الوسط. ايوا المهم كنتمنى ان شاء الله ان هذه الرساله هذه ديالي توصل لبلاصتها، وتشد يعني وتوصل للمسؤولين، ويحاولوا يعني ان شاء الله يديروا شي التفاته يعني خصوصا يعني لصباغات ممرات الراجلين. انتم كتشوفوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم المصور محمد العيدي من مدينه تنغير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.